الأخلاق والاحترام والأسلوب والتعامل والرد، أقسم بالله هم اللي خلوا إن الصداقة تنجح وتستمر، وهم اللي بيخلوا الصداقة ما تستمرش وما تنجحش. هم اللي بيخلوا الحب ينجح ويستمر، وهم اللي بيخلوا الحب ما ينجحش. هم اللي بيخلوا الخطوبة تنجح وتستمر، وهم اللي بيخلوا الخطوبة ما تنجحش وتستمر. هم اللي بيخلوا الجوازة تنجح وتستمر، وهم اللي بيخلوا ما بيخلوش الجوازة ما تستمرش. أخلاقك كويسة، أسلوبك كويس، تعاملك كويس، طريقة ردك كويسة، عندك احترام، بترد حلو، عندك كلام حلو يفرح، وفي احترام أخلاق، هتلاقي في استمرار في الصداقة، هتلاقي في استمرار في الخطوبة، هتلاقي في استمرار في الصداقة وفي الحب في الجوازة. أخلاقك وسخة، تعاملك وسخ، طريقة ردك وسخة، مفيش احترام، يبقى قابلني لو في استمرارية في الصداقة، يبقى قابلني لو في استمرارية في الحب، يبقى قابلني لو في استمرارية في الخطوبة أو الجوازة. شوف قد إيه الأخلاق والاحترام والتعامل والرد هم اللي بيخلوا، حتى لما يجي واحد يتقدم مثلا للعروسة ولا يجي يخطب، تكتشف إنه مفيش قبول. ليه يا معلم؟ مفيش أخلاق، مفيش احترام. الجوازة يحصل فيها طلاق، ليه يا معلم؟ عشان الأسلوب وسخ، طريقة الرد مش كويسة. فلازم نعرف الكلام ده كويس. اشتركوا في القناة واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس.